بسم الله بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد صلى الله عليه وسلم طيب أبناء الطلبة أعزني الله وإياكم جميعا كيف حالكم؟ كيف حالكم؟ لعلكم في صحة والعافية لعلكم في صحة والعافية الحمد لله حمدا وشكرا لله حمدا وشكرا لله الذي أعطانا نعما كثيرة لنستطيع أن نستفيد في هذا اليوم في علم نافع في مرضاة الله وصلى الله على رسوله الكريم محمد صلى الله عليه وسلم طيب أبناء الطلبة رحمني ورحمكم الله أخذنا في الأمس في الأسبوع في درسنا القراءة يوم في حياة طالب يوم في حياة طالب كيف يومية الطالب كيف كيفية يومية الطالب ها معناه طيب وإن شاء الله تعالى يا أبناء الطلبة الآن سنأخذ بقية من التدريبات أي التدريب السابع و نعم السابع فقط نأخذ بقية من التدريب السابع ثم نأخذ الموضوع الجديد طيب أبناء الطلبة عندنا هنا التدريب عن الساعة الوقت استعمل كما في النموذج 31 هذا ما يتعلق بالساعة إذا نقرأ الساعة الآن الواحدة والنصف أشيركم إلى الصورة قليلا طيب انظروا إلى الصورة هنا الصورة هنا إذا كانت الساعة الواحدة والنصف الساعة واحدة والنصف انظر هنا الإشارة هنا ها. هذا معناه الساعة التاسعة إلا الربع ناقص يعني إذا يقال لنا الساعة واحدة والنصف بمعنى الساعة واحدة والنصف نعم هذا النموذج ونقرأ هنا الواحدة هنا 15 إذا نقرأ الساعة الآن الواحدة ونستعمل والربع هنا الساعة الآن الخامسة والثلث انظر هنا الساعة التاسعة إلا ناقص يعني إلا يستعمل إذا ناقص التاسع ناقص هنا الربع ساعة إذا نستعمل إلا وإذا كان الساعة مضى
zamanuhu nasta'mil bi wa. Wa ziyadah ma'nahu, wa ma'nahu ziyadah au lewat. Naam. Mana? As-sa'atu al-wahidah wa thuluth huna. As-sa'atu wahid wa thuluth. Wa thuluth huna wa rubu' wa thuluth. Wa nisf huna. Wa nisf as-thuluth wa rubu'. Naam, tayyib. Wa nusta'mil idha kanat al-waqt madha. Ziyadat al-waqt madha. Hada ma'nahu wa. Idza kanat al-waqt naqisah yasta'mil illa ma'nahu naqis yani. Illa. Uqarrir lakum idza iqra'u yumkin an taqra'u ma'i. Uqarrir lakum maratan ukhra. Iqra'u ma'i. As-sa'atu al-an al-wahidah wan-nisf. As-sa'atu al-an al-wahidah wan-nisf. Huna as-sa'atu al-an al-wahidah war-rubu'. As-sa'atu al-an al-wahidah huna wahid wa war-rubu'. Naam. Al-thani as-sa'atu al-an al-thaniyah. Huna araitum al-thaniyah raqm al-thani. Al-thaniyah wa nisf wa nisf bima'na al-waqtu ziyadah nisfu sa'ah min as-sa'ah al-thaniyah ziyadah nisfu sa'ah hada ma'nahu as-sa'ah al-thaniyah wa nisf. Idza kanat as-sa'atu madha aw ziyadah min sa'ah 20 daqa'iq 20 daqiqah idza nasta'mil as-thuluth. Idza ziyadatil waqtu ziyadatil waqt 20 daqiqah nasta'mil as-thuluth. Namudat misal aqra lakum as-sa'atu al-an al-khamisah huna khamis raqm khamis hadha raqm al-khamis as-sa'atu al-an al-khamisah wa-thuluth. Na'am. Taib. Araftum mafhum? Taib. Ukarrir lakum maratan ukhra. Idza kanat al-waqtu ziyadah madha ziyadat al-waqt yasta'mil harf waw. Una waw. Idza kanat al-waqtu ziyadah min ziyadatin min al-waqt. Idza kanat al-ziyadatu min al-waqt waqtu yasta'mil waw. Idza kanat al-waqtu naqisah yasta'mil illa. Hadha ziyadah al-waqt. Wahidah wan nisf. Al-wahidah war rubu'. Idza huna ziyadat al-waqt min sah wahidah ila 15 daqa'iq am 15 daqiqah. Idza ziyadat al-waqt 15 daqiqah yasta'mil war rubu'. War rubu'. Rubu'u. Ar-rubu'. Na'am. والربع. إذا كانت زيادة الوقت نصف ساعة أو 30 دقيقة then يستعمل والنصف نصف. وإذا كانت الوقت زيادة 20 دقيقة إذن 20 دقيقة يستعمل بالثلث. ثلث الثلث. نعم. طيب النموذج واحد هنا خمس واحد خمس نقرأ الساعة الآن الواحدة وخمس دقائق. دقائق جمع من دقيقة. دقائق جمع من دقيقة. اكتبوا هذا. دقائق جمع من دقيقة. مفرده دقيقة. مفرد دقيقة. جمعه دقائق. نعم. دقائق.
طيب نقرأ الساعة الآن الثانية والعشرة والعشرة الساعة الآن الثانية والعشر عشر عشر نعم عين شين راء كتاب عشر الساعة الآن الثانية وعشر دقائق طيب الثاني الساعة الآن الرابعة وسبع دقائق الساعة الآن الرابعة وسبع دقائق طيب الثالث الساعة الآن الثامنة وثلاث دقائق ثلاث دقائق إذا أردتم أن ننظر الساعة انظر هنا أولا في اليمين هذا في اليسير في اليسار هذا في اليمين هذا الساعة هذا زيادة من الساعة زيادة نعم الآن الجيم النموذج العاشرة تماما العاشرة تماما إذا نقرأ الساعة الآن العاشرة تماما العاشرة تماما طيب هنا الساعة الآن السابعة تماما الساعة الآن السابعة تماما نعم طيب هنا الثالث الساعة الآن الثالثة تماما الساعة الآن الثالثة تماما أقرأكم مرة أخرى إذن يقرأوا معي الساعة الآن الثالثة تماما إذا كانت الساعة تمام إذا كانت الساعة تمام إذن يقرأ تماما طيب قرأنا الساعة إذا كانت الناقص زيادة من الوقت يستعمل واو والثلث والربع والثلث والربع والنصف قرأنا وعشرة وسبعة وعشرة وسبع وعشر وسبع وثالث وثلاث وثلاث تماما تماما نعم الآن نقرأ الساعة الناقصة الناقص مثلا هنا التاسع لم يصل الساعة التاسعة لكن ناقص ناقص خمسة عشر دقائق خمسة عشر دقائق إذن نقرأ خمسة عشر بالربع خمسة عشر بالربع عشرون دقائق بالثلث نصفه ثلاثون دقائق بالثلث نعم بالنصف إذا نقرأ النموذج الساعة الآن التاسعة إلا ربعا إلا ربعا الساعة الآن التاسعة إلا ربعا انظر الصورة هنا انظر إلى الصورة التاسع إلا ربعا بمعنى الساعة التاسعة ناقص خمسة عشر دقيقة خمسة عشر دقيقة إذن في الساعة خمسة عشر يستعمل بالربع خمسة عشر يستعمل بالربع أما عشرون يستعمل الثلث ثلاثون يستعمل
an-nisf fi as-sa'ah. Naam, tayyib. Idza huna naqra as-sa'atu al-an as-sa'atu al-an at-tasi'ah illa nisf at-tasi'ah illa nisf. Nah, asalnya as-sa'atul an as-salisah illa thuluth. Afan? Ada. Nah, طيب. Huna asalnya as-sa'atul an as-salisah illa thuluthan. Illa thuluthan. الثالث الساعة الآن السادسة إلا عشرة إلا عشرة دقيقة إلا عشرة دقيقة. الساعة الآن السادسة إلا عشرة دقيقة إلا عشرة دقيقة. طيب مفهوم؟ طيب الآن نأخذ الموضوع الجديد. نأخذ موضوع جديد هو ما يتعلق بالعمل. قيمة العمل. الآن نأخذ قيمة العمل. ما يعرف معنى قيمة العمل؟ قيمة معناه الثمن. الثمن ثمرة. قيمة معناه الثمن. أجرة. أجرة العمل. نعم طيب. نقرأ الكلمات الجديدة. إذن الكلمات الجديدة نقرأ سويا. الكلمات الجديدة نقرأ سويا يا ابن طلبة. إذن ارفعوا صوتكم. نعم طيب. الكلمات الجديدة. اقرأوا الكلمات الجديدة. اقرأوا معي. طيب ضروري. اقرأوا ضروري. كساء. اقرأوا كساء. عقل. اقرأوا يا ابن الطلبة. عقل. منح يمنح. اقرأوا منح يمنح. أرض. نعم. صناعة. اقرأوا صناعة. وطن. اقرأ وطن. نعم. حكيم. بدون. نفع ينفع. اقرأوا نفع ينفع. أنفق ينفق. اقرأ أنفق ينفق. نعم. استفاد يستفيد. استفاد يستفيد. خيرات. عاش يعيش. عاش يعيش. نافع. اقرأوا نافع. طيب الآن ضروري معناه يعني المحتاج الذي يحتاج. ضروري معناه ضروري.
muhtajun. Naam. Kebutuhan. Kisaun maknahu malabis. Kisaun maknahu malabis. Aqlun aqil ani. Aqlun aqil. Alladhi lahu aql. Mana hayamnahu maknahu a'ta yu'ti. Mana hayamnahu. Mana hayamnahu kadzalika jaizah. Jaizatun. Jaza. Mana hayamnahu. A'ta yu'ti. Taib. Ardun, ardun. Alladhi ma'araftun, ardun. Sina'ah, maknahu alladhi makanu alladhi yasna' sina'ah, matalan sina'atul kutub, sina'ah sosro, sina'ah aqua. Hada mawjud fi prastagi fi daulu. Nah, sina'ah maknahu sina'ah malabis. Au idha huna wujud na'fidina murambi wujud hunaka sina'ah, sina'ah kub asuhun, sina'ah asuhun. Hada maknahu sina'ah. Sina'ah hada min kalimah sana'a yasna'u sina'ah. Naam. Waton. Waton hada masalah nahnu waton huna al-Indonesi. Naam. Hakim. Hakim ya binatullah. Hakim maknahu ma'ruf. Biduni maknahu illa. Biduni illa maknahu. Baik. Nafa'a yanfa'u. Araftum hadha nafa'a yanfa'u. Masyhur. Anfaqa yunfiqu infaq. Ha huwa. Istifada yastafidu alladhi yastamil ya'khudhu fa'idah. Istifada yastafidu fa'idah. Naam. Alladhi ya'khudhu fa'idah. Khairat. Khairat jam'u min khair. Jam'u min khair. Khairat. Aasha ya'ishu. Ma ma'nahu aasha ya'ishu? Aasha ya'ishu. Man ya'rif. Khairat katalika yastamil yani an-ni'mah au al-barakah. Asha ya'is manau? Anta ta'ish. Anta al-an ta'ish. كذلك عاش عيش أنت تعمل مثلا أنت تعمل في المزرعة لتعيش معيشة. نعم. نافع اسم فاعل من نافق أنفق نافع ينفع نافع نافع ينفع نافع. نعم. Doruri yahtaj. Nakra al-nas. Al-amalu doruriyun likulli insan. Manahu al-amal yahtaju likulli insan. Muhtaj. Al-insan yahtaju lal-amal. Liannana biduni amal la nahsulu ala al-ghidha.
Liannana bidun amal idza kunna la na'mal biduni manahu la na'mal ma'indana ma'indal amal liannana biduni amal la nahsulu ala al-ghidha idza ma'indana amal la najidu al-ghidha wal kisa wad dawa wassakan wa ghairi wal nuqud wal malabis wa sayyara daraja hakada idza ma indana al amal la najidu la nahsulu ala al ghidha ghidha ma'nahu giji nam wal kisa kisa malabis wa dawa dawa hadha dawa idza anta marid tashrabu dawa nam wa sakan sakan ma'nahu hadha al bait sakana ma'na al bait wa ghairiha nam wa qad manahallahu lana manahana allahu al aqla wa qad hada harful qasam harful tawqid ma'nahu afwan qad hada harful tawqid wa qad manahana allahu al aqla bi ma'na anna allah subhanahu wa ta'ala qad a'tana al aql Allah subhanahu wa ta'ala a'tana al-aql wal-jism wal-ard hadha yu'ta majjanan ma naha hadha ma'nahu yu'ta majjanan al-aqlu antum tashtarunaha la tashtaru al-aql ma naha hadha a'ta yu'ti majjanan duna difa' al-aqlu al-jism الأرض نعم بما فيها بما في الأرض أنتم لا تشترون الجسم ها هو منح منح وقد منحنا الله الأقل والجسم والأرض بما فيها وما فيها منه وما في الأرض لنحصل منها على ما نريد لنحصل لكي نجد في الأرض ماذا نريد ما نريد في حياتنا نستطيع أن نحصل إليه أن نحصل فواجب علينا أن نعمل في الصناعة إذن واجب يجب علينا أن نعمل في الصناعة أو والزراعة مزرعة وغيرها لنستفيد من عملنا لنستفيد لكي نأخذ فائدة من عملنا من خيرات الأرض الطيبة النافعة وكل إنسان حكيم وكلنا حكيم يمكن أن يجد العمل الذي معنى حاكم هنا نحن نحسب يعني ما العمل الذي يناسبنا مثلا أنا هل يناسبني أن أكون مدرسا أو لا أو هل يناسبني أن أكون بناء أو فلاح أو صياد ما يناسبني أنا هذا معناه حكيم ليعيش سعيدا ينفق على نفسه وعلى أسرته وينفع أمته وينفع أمته طيب طيب أبناء الطلبة والله أعلم بالصواب أختفي بهذا صلى الله على نبينا محمد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإن شاء الله تعالى نواصل دراستنا غدا إذا عندكم سؤال فاسألوني بوسيلة الواتساب جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته